السلام عليكم، أنا اسمي سلطان الشهراني من مدرسة التربية الأهلية صف ثاني باء. أحب أن أشكر مدير المدرسة والأساتذة وأخص الدكتور سمير حسونة، جزاه الله خير والسلام عليكم. أنا الطالب نواف الراجح من ثاني باء، أشكر مدرستي وإدارة أشكر مدرستي الرائعة وإدارة مدرستي ومعلميني المبدعين. لكم الفضل بعد الله تعالى. تقدمون لنا المعلومات وتشجعونا مواهبنا وتتحملون طاقتنا. وشكري الكبير لدكتور سمير لمربينا الفاضل الفراج الرويلي من مدرسة التربية الأهلية في صف ثاني باء. أشكر المدير وجميع المعلمين وخاصة الدكتور سمير حسونة، جزاء الله خيرا. مدارس التربية الأهلية على جهودها في إكمال مسيرتي التعليمية. أشكر دكتور سمير حسونة، أشكر باقي الأساتذة سعود عبد الرحمن الطلحي ثاني باء. السلام عليكم، معكم الطالب فهد الشامي، فهد الشامي صف ثاني باء. أشكر مدير مدرسة وأستاذ سمير حسونة، أشكر جميع ساتي والسلامة وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عبدالعزيز حسني الشهري صف ثاني باء. أشكر المدير، أشكر المدرسين، أشكر أستاذ سمير حسونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أنا عبد الملك حتان الجهني الصف الثاني ابتدائي، أدرس في مدرسة التربية الأهلية، أستاذي أستاذ سمير حسونة. أشكر قائد المدرسة وأستاذ أسامة، أشكر جميع المعلمين، أشكر معلمي فاضل أستاذ سمير حسونة لإعطائه الدائم وتشجيعه لنا. شكرا. أشكر أستاذ دكتور سمير وأشكر معلميني وأشكر مدير المدرسة وأشكر مدارس التربية الأهلية.